مرحبا. 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 عدنان بيك بغرفته؟ تحسين أوزدير موجود عندي. والله؟ ايه. طيب. كل الذنب ذنبي. تأخرت لحتى شفت قائمة المدعوين. وقت شفت اسم حلمي أونال بالقائمة كان فات الأوان واندعى الحفلة. بعرف إنه وجوده بكل المحافل خاصة بالفترة سبب للإزعاج. بصراحة نحن كنا السبب تكبير الموضوع من خلال ردنا عليه. وأنا كمان بعتذر منكم نيابة عن مهند. شباب طبعا التحريضات بسهولة بتشدهم. حلمي أونال دخل منافسة الحياة العملية لحياتكم الخاصة بطريقة قذرة شغلة لا يمكن قبولها. موضوع الشغل ما لنا شايفينه منافس بنوب ولا شايفينه أساسا. استخدم بعض الطرق مثل الاحتيال والتزوير، وطبعا بالنتيجة هو اللي خسر كمان. طبعا في مسائل عائلية بيناتكن، بيكون أبو زوجها لأخت مدامتكن، وابنه عم يشتغل عندكن كمان ومكانه كتير طيب بيناتكن. وأكيد هالشي عم بيزيد من حدة توتره. مع الأسف. عم يعمل شغلات كتير قبيحة، كتير مو لبق له. ما عم يرد، الظاهر قاعد عند عدنان بيك. قديش ظريف، شو كاتب لك؟ عم يذكرني بدعوتي اليوم المساء، قال رح يجي ياخدني الساعة 7:30. وغيره؟ جوليا شو صاير لك انتي؟ شايفتيني مثل بنات المراهقات؟ بس انتي كمان تصرفاتك غريبة شوي. انا قاعدة وعم بتشوق أكتر منك للموضوع. خلينا نشوف لوين بدو ياخدك. بجوز يستقبلك بياخته اللي اشتراه جديد، وبجوز تبقوا بريفيا اتنيناتكن سوا. برأيي جهزي أمورك للمفاجآت. بعد هلأ من الصعب يلتقى رجال يلفت انتباهي بهالسهولة. وشو رح تلبسي؟ ما بعرف، خلص بلبس لي شي شغلة. من هلأ رح فكر بهالشي دخيلك. أنا بكرر اعتذاري مرة تانية. رجاءً خلينا ننساها. لا لا تنسوا يا عدنان بيك، حلمي أونال ما بيقعد مرتاح. الرجل ما له حدود. يلي كان عم يحكي ما نو منيح بنوب، سيء، عم يحكي كلام كتير خطير. لا تسكتوا له أبدا، خليك بالمرصاد ولا تدير ظهرك لهذا الرجل أبدا. والله شغلت بالي شو عم يقول. أنا ما بعرف، بس إحساسي بيقلي إنه ماله منيح منوب. اسمع مني يا بيك، خليك صاحي ولا تتجاهل كلامه أبدا. المهم بلا ما أخذ من وقتك أكتر من هيك. ولا يهمك، أهلا وسهلا. شكرا لك. تفضل. شكرا. خاطركم مرة تانية. مع السلامة تحسين بيك. كنت بدي اجي لعندك بس مستني تحسين بيك لحتى يروح. سمعت شو قايل ابوك؟ كنت متوقع. حتى تحسين بيك عم بيحكي عن الكلام اللي عم يحكيه ابوك، كلامه كتير كبير. كتير متاسف. صدقني وقت اللي حكالي اخذ الجواب المناسب فورا. ليش ما حكيت لي من الاول؟ انا كنت جاوبته. ما كان فيني اقول لك، كيف بدي خبرك؟ وقت سمعت انه بيسان قالت له لسمر كتير تضايقت. مليت من الاعتذارات اللي عم أقدمها عن حلمي أونال، ما عاد فيني عدنان بيك. حتى أنا ما كنت متوقع توصل حقارته لهالدرجة.
كلام بشع. عم بيقول انه في علاقة بين مهند وسمر. هاي النقطة بالذات اللي خلتني ما بقى اتحمل. بين مهند وسمر؟